ومن القاهرة ينضم إلينا مراسل الغد محمد الحمراوي. محمد، ما جدول أعمال زيارة المنقوش وما أهمية هذه الزيارة إلى مصر في هذا التوقيت؟ نعم كاترين، يعني بعد قليل ستصل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى القاهرة في هذه الزيارة التي تلتقي فيها بالمسؤولين المصريين لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية. من المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويستقبل وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة مباحثات مشتركة مع نظيرها المصري سامح شكري، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الليبية ومع نظيرها المصري سامح شكري. خلال هذا المؤتمر الصحفي سيتم استعراض ما دار خلال جلسة المباحثات المشتركة، وكذلك أيضا خلال لقائها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد يومين فقط من زيارة مهمة حظيت بأهمية كبيرة واهتمام كبير لدى الجانبين المصري والليبي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى طرابلس وبني غازي. خلال هذه اللقاءات وخلال هذه الزيارة التي ستكون في القاهرة مساء اليوم سيتم بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبشكل خاص الترتيبات الخاصة لمؤتمر برلين الاثنين الذي أعلنت القاهرة أنها ستشارك فيه في 23 من شهر يونيو الجاري. أهم ما تضعه مصر على أجندة هذه اللقاءات وهذه المباحثات يتعلق بسير الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة الانتقالية والاستعداد والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها في 24 من ديسمبر المقبل، حيث كانت رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نقلها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى الأطراف الليبية خلال هذه اللقاءات التي تمت خلال يومين في طرابلس وبنغازي. بتأكيد مصر على أن إتمام الاستحقاقات الانتخابية هي السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من هذا المأزق وهذه الأزمة، وأن المرحلة الانتقالية يجب عليها الاستعداد وإتمام الاستعدادات الخاصة بإتمام هذه المرحلة الانتقالية وإتمام الانتخابات في موعدها لتلبية تطلعات الشعب الليبي وإتمام تلك المرحلة من خلال الحل السياسي بعيدا عن الحلول العسكرية. الأمر الثاني الذي تركز عليه القاهرة يتعلق بإخراج المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضي الليبية باعتبار ليبيا دولة جوار، وتهم القاهرة مسألة استقرار الداخل الليبي وإبعاد تلك العناصر والمرتزقة من الداخل الليبي، خاصة وأن القاهرة تؤكد على أن استمرار العناصر الإرهابية والمتطرفة في الأراضي الليبية من شأنه تقويض كل الجهود السلمية والسياسية التي تسعى لحلحلة الأزمة الليبية والوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر. كذلك أيضا الملف الثالث والمهم هو ما يتعلق بمنع ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. الآن هناك مرحلة انتقالية يرأسها الدبيبة والمنيفي وكذلك أيضا المؤسسة العسكرية وعلى رأسها المشير خليفة حفتر. القاهرة تقوم بالتنسيق مع تلك الأطراف فيما يتعلق بأمن واستقرار ليبيا، وكذلك أيضا إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا بعد إتمام الإجراءات الأمنية لتأمين السفارة المصرية، وكذلك أيضا إتمام بعض الأمور اللوجستية التي قالت القاهرة أنها يعني على بعد مسافة قليلة من إتمام تلك الإجراءات وإعادة تلك العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل وفتح السفارة. بعد ذلك سيكون هناك هذا الملف الخاص بالمرحلة الانتقالية وسبل دعم القاهرة لليبيا في تلك المرحلة، خاصة وأنه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء المصري وأحد عشر وزيرا في 20 من إبريل الماضي، وخلاله تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين البلدين، والتي يمكن من خلالها نقل التجربة المصرية الاقتصادية إلى الجانب الليبي ودعم المؤسسات الليبية، سواء ما يتعلق بالدعم الاقتصادي أو الدعم الأمني ودعم المؤسسة. نعم، وصلت الصورة مراسل الغد محمد الحمراوي، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة.